كل مجنون يقولون يخرب عن المجنون الآخر بألف شيء وشيء. هذا كان جنون بأنه يروح أجلكم الله إلى المرحاض إلى دورة المياه. خمس ساعات يقعد في دورة المياه، أربع ساعات، ست ساعات. لماذا يقعد؟ يقول على أنه يندفع مني 700 فار كل مرة. يقول همي خيالها 700 فار، 700 فار ما يقارب لعله يسفر 300 كيلو. ففي وقتك 300 كيلو كل مرة، صبح 300 كيلو، ظهر 300 كيلو، بالمغرب كل مرة يروح للمرحاض يبقى ساعات طوال، وهو يتصور أنه كل مرة يندفع مني وبعدد 700 فار. راح أدرع في الطاقة كل قبيل كل مجنونة عنده هو هذا جلس وشرح لونه قد واحد اللي يومية 5 ساعات 10 ساعات يقعد في المرحاض، هذا واقع معلوم. هذا في الحقيقة هذا مرهق ومتعب ومغري ومكروه شرعا، أيضا يجب أن يعلم الإخوان الشباب أنه من المكروه شرعا أن الإنسان يمكث في المرحاض، فإنه يورث مرض الكبد والبواسير أيضا وقد أمراض. ولذلك من المستحب أن الإنسان يقضي حاجته بسرعة ويخرج بسرعة. ليه؟ ثم تعفن ثم منظر بشع واضح مكروه شرعا طول المكث الارهاق. فهذا شاحب قصار حزين، هو شخصية، هو شخصية بنفس الوقت مسكين. فزين المسيح شاف المرضى نوبه بطبيعه الحال بالصلاح العراقي سرق ترتيب دور حتى وصل عنه. قال له شبيه؟ قال لي أنا في الحقيقة مفترسة منها. قال مرض لأنه كل مرة أدخل دورة المياه اندفع عني 700 فارغ. سيد المسيح ما ضحك، قال عجيب، أنا قاري تكتب هذا الشيء ولأول مرة أشوفك أنت مبتلى. هو واي فرح هذا المريض. قال أنت الوحيد اللي تصدق. قال له مين تصدق؟ قال أخطاء آخرين قالوا أنه هذا اسم مجنون كان يتكلم. أنا عارف هذا السر نفسيا أول شيء، لأن أحلى بالجنون ابتداؤه من التعقدات النفسية. قال أنا عارف. قال إيش كثر وقت دواء؟ قال 6 أشهر لابد تشرب دواء. يعني متعلم هو طفل أدوية لا يضر ولا ينفع. من أدوية بشكل أشياء. خصوصا الأدوية القديمة. من الأدوية القديمة لا يضر ولا ينفع، وطفل أدوية يخرج رعشته طويلة حتى يشعر بأنه يصلخ. هذا مثلا أفرض ليمو عماني ورق لسان الثو، أشياء بسيطة بسيطة في الكتب القديمة، العقاقير لا يضر ولا ينفع. وشو سكر فوقه وشوية كذا تمشي. قال له هذا يروح استعمل الشهر وتعالى. هو ما راح استعمل الشهر لكن متعسف كذا شوية. أخذ لبابا ووجهه وشيء وكذا. قال الآن في الدواء من هالمرة يحتاج هن يصيرون 600 فار، 100 فار يصير لأن هو تعلم به نفسيا. كتب له وصفة أيضا لا يضر ولا ينفع. قال بعد يومين تعال عني. بعد يومين اجي عزبه. قال إيه صايرين 600 لا يزيد واحد ولا ينقص واحد. اتصل بوصفة ثانية قال هم يومين تستعملها هالبر يصيرون 500 فار. سواها 500 و400 و300 و200 و100 تنقص. حتى بقيت واحدة. قال هل واحدة واحدة ملعونة يبقى عليك شهر واحدة. قال الواحدة من أصدقائي اللي تحت قال لها خلص. قال لا هذا لازم أتركه حتى يعرف إني أصدق ويعرف أنه أني أخلع. وبالفعل بعد 6 أشهر كل الفرار خلاص خلصت
وصار إنسان عاقل كامل شيء، وصار من مريدية المسيح. وبعدها من يقولوا لأنه أتكون المتب هم يقول أنتم ما تفهمون، هذا كواقع على هذا في مخيلته تكذب هذا الشيء. التفرق من النطاق قال واحد من علمائنا الكبار علم مهم في زماننا قبل 150 سنة هذا الرجل تقريبا، وقبره في النجف العشرة، وأسرته إلى اليوم وشمع مرتين كفر وطام أسرته، وإلا هو قبل 150 سنة تقريبا، واسمه الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وإنما سمي بكاشف الغطاء لأنه ألف الكتاب بالفقه يسمى كشف الغطاء، يعني كشف الغطاء عن الفقه. هذا المرجع كلش مهم، وله أحوالات وقصص وكذا وشيء. هذا ذهب مرة إلى إيران أحد التجار، هذه في كاشان في إصفهان في إصفهان، التاجر كبير من التجار، قال له شيخنا أنا مبتلى بمشكلة وراجعت كل فقهاء إيران عجزوا عن حلها عن حلها عن حل هذه المشكلة. قال شنو مشكلتك؟ قال مشكلتي أني جهلت جهلة وابتليت بهذه الجهالة. قال عندي فرد عبد، ذاك اليوم عبيد أبو قوانين العبيد والإماء، عندي فرد عبد خدوم جميل شباب، لأن العبد مو لازم أسود. المسلمون وقت اللي كانوا يحاربون الكفار فيستولون عليهم يأخذونهم عبيدا وإماء، قد يكون أبيض قد يكون أحمر قد يكون أصفر قد يكون أسود، فعبيد دير كانوا أيضا من طرف الروم. الكفار عندما يحاربون المسلمين يستولون عليهم أيضا يأخذوهم عبيد وإماء نفس القانون، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تاجر قال للشيخ جعفر كاشف الغطاء الله يرحمه أنه أنا كان عندي فرد ولد شاب جميل مطيع نظيف عدل، أحببته بمنزلة ابني، لأن مو لازم إلا ابن سود إفريقية، لا ابن شخصية وأسرة في الحال، واشتريته فرده. فعندي بنت أيضا زوجته بنتي، صارت زوجة بنتي لهذا العبد. من الصدف أن هذا العبد راح وما رجع أبدا إباء، وأنا مبتلى هذا البنت، شو أسوي فيه؟ لأن في الشريعة الإسلامية لا يجوز الطلاق إلا من أخذ بالساق، بالتعبير السفلي، هو لازم الولد يطلق، إذا كان ميت خلصان، إذا مو ميت وحي وموجود وآبق، فبنتي ألا مبتلى بهذا الولد. وما اعترفت، وراجعت جميع فقهاء ايران ما تذكر من حميد موقوحا وقع موقوحا تعالي يتذكر، وهدت عن ذلك عليك هاشف الغطاء كبير. هذا الشيخ جعفر هاشف الغطاء قال انا اسالك سؤال وكل الجواب الحقيقي الواقع قال على انه الاشياء تؤدي حمص اموالك وبالتالي كان الواقع واضح كان فيه أنا أحل مشكلتك على شرط. شنو الشرط؟ قال أحاول أن أدي خمس أموالك إلى فقراء تعرفه. وتعال علي أنا أحل مشكلتك الفقهية. كمية من أمواله شال راح، يعرف كل واحد يعرف فقيه ولا جد، خصوصا في الزمن القديم. راح وزع الخمس على الفقراء في يوم يومين أكثر ما علمناه ورجع. قال وزعت قال حل حل كل شيء، وانا اتعجب من فقهاء ايران كيف لم يتمكنوا من حل المساله. قال شنو الحل؟ قال اوهب عبدك لابنتك، اوهب عبدك، هذا العبد الزوج، اوهبه لابنتك، لانه بمجرد ان تهب العبد الى البنت العبد يصير عبد للبنت، إذا صار العبد عبدا للبنت بطل زواجه. هاي من دقيق الفقه الإسلامي وموجود هذا الشيء. بس أولئك الفقهاء كانوا يراجعون كتاب الطلاق وكتاب النكاح، هذا شيء موجود، هذا الشيء موجود في كتاب العبيد والإماء في الفقه الآخر من الفقه الإسلامي.
ومكان ما يجي من بار، لأن كل مسألة عنده مكان. أفرض تريد بضاعة الفلانية فلان بار، أما بضاعة الفلانية اللي محلها الشويك تأخذه من الجهر مو موجود. فقال أوهب عبدك لابنتك، فإذا وهبت عبدك لابنتك أصبح عبدا لها، والإنسان إذا ملكت زوجها دخل نكاحها ونكاحه بها. هذا تفشيك القول في لحظة، وهبت هذا العبد الآدق لبنتي وإذا انقطع النكاح تأخذ العدة ثلاث أشهر عشر أيام ثلاث أشهر ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات وانقطع. الفقاهة لباقة، لأن مو كل وقت يجيئاتهم عنك مثل الصلاة وصوم وشفية وصلاة على بشكل مثل أخذ الفقه. الطب لباقة، الهندسة لباقة، البناء لباقة، العمارة لباقة، التجارة لباقة، كلها لباقات، كل شيء المحاماة لباقات. هذا هو معناه على قول بعض المفسرين عزم الأمور، يعني تعرف كيف تحل وكيف تعقد. حلا وعقدا، مو عقد عقد الإسلام يا رسول، لا حل وعقد. لباقة وهالنوع من الذكاء وهالنوع من الفطنة يحتاج إلى طول تأمل، طول ملاحظة، طول فكر. لأن الإنسان من الممكن 20 سنة يدرس يصير طبيب أو مهندس أو محامي أو فقيه. أما هذا الشيء ومعرفة خفيات الأمور ودقائقها هذا شيء صعب، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى ربط الأمور بعضها ببعض، يحتاج إلى ربط المشاكل بعضها ببعض. أحيانا في نفس هذا البيت كان كهرباء يومية هنا ينطفي في باخر يومية في أيام صيف، وكنت شو نفسه ما أدري شو السبب. جبنا هذا الهندي وواحد آخر وواحد آخر، الله يرحمه حج حبيب وما غيره وجعفر وكل واحد. بعدين فرد صديق جاب فرد واحد كذا هنا في مجمع مع بي اي، وهذا 30 سنة يشتغل للحكومة وكذا، ما أدري من أصدقاء جابه هذا فقط كذا. كان هذا كلش مشكلة، بس هذا مشكلة من هنا فرد مخان خاص حتى دخل بينما أيام ومسكات ما نمنا حقيقة احنا بجهد أنه كل نشر ما هو حال. فالمشكلة بسيطة في جسم الجهاز يوقف الكون، كما المشكلة بسيطة في جسم الإنسان طبيا يوقف الكون. مشكلة بسيطة في جسم الهندسة ما يعرف كيف يتصرف. وعلى هذا المعنى فهذا الشيء يحتاج إلى التصبر، يعني التصبر في تفهم الأمور. إذا صار هذا الشيء هذا الإنسان يصير خبير ويصير فني ويصير فاهم ويصير حل المشاكل. وإلا كثيرون أهل المهن بكثرة في كل مجتمع وفي كل مكان. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.